السلام عليكم أعزائي التلاميذ. في الحصة تاع اليوم راح نعطيكم طريقة بزاف سهلة باش تخرجوا كامل العلاقات تاع الوحدة الأولى، ولكن قبل ذلك راح نتعرفوا على المدة الزمنية اللي استغرقها التحول الكيميائي. إذا نكتبوا المدة الزمنية لتحول كيميائي. تحول كيميائي، لدينا ثلاث تحولات. عندنا تحولات سريعة وهي التي تحدث آنيا، أي بمجرد ملامسة المحلولين راح يحدث التفاعل، إذن فهي لحظية. ولدينا كذلك تحولات بطيئة، وهي تحدث خلال ثواني أو دقائق أو بضع ساعات. إذن بالثواني أو الدقائق أو بضع ساعات. أما التحولات البطيئة جدا، إذن تحولات بطيئة جدا، إذن هذه التحولات تحدث خلال أيام أو شهور أو سنين. إذن بالأيام أو بالشهور أو سنوات. هذه التحولات مثل تحول الأسترة أو تفاعل الأسترة، مع العلم أنه تفاعل الأسترة ما تقراوش هذا العام لأنه موجود في الوحدة السادسة، أنتم ما قريتوا حتى الوحدة الخامسة. الآن أحبائي التلاميذ راح نرجع لموضوعنا تاع اليوم اللي هو كيفاش نستخرج العلاقات، طبعا ابتداء أو انطلاقا من جدول التقدم. احنا كنا وجدنا جدول التقدم في الحصة الماضية. إذا لدينا جدول تقدم لمعادلة، معادلة أكسدة إرجاعية. راح نشوفوا في المعادلة هذه أولا الحالات الفيزيائية. لازم تعرفوا أن الحالة الفيزيائية مهمة جدا. الآن إذا كانت الحالة الفيزيائية سوليد، معناتها هنا رانا نتكلموا على كتلة الألمنيوم. إذا كتلة الألمنيوم، إذا كانت الحالة عبارة عن أكو، حالة فيزيائية هي أكو، معناتها هنا راح نتكلموا على التركيز المولي. إذا راح نتكلموا على التركيز المولي تاع أم أن أو 4 موا. هنا H بلس راهي بوفرة، لهنا AL 3 بلس. AL 3 بلس معناتها نتكلموا على التركيز، عفوا هنا نعم تركيز AL 3 بلس، و أم أن 2 بلس معناتها رانا نتكلموا على تركيز AL 3 بلس. لماذا؟ لأن أكو. لو كان عندنا لهنا مثلا غاز، إذا كانت عندنا غاز معناتها نتكلموا على الحجم. إذا الآن راح نشوفوا شحال من معادلة نقدر نخرجوا في هذا، أو شحال من علاقة راح نخرجوا في هذه المعادلة. إذا لازم تعرفوا أنه في المعادلة هذه عندنا متفاعلين وعندنا ناتجين. إذا المتفاعل الأول اللي هو الألمنيوم عنده الكتلة تاعو، إذا نقدر نخرج علاقة بين كتلة الألمنيوم مثلا مع تركيز AL3+. إذا نقدر نخرج علاقة بين كتلة الألمنيوم وتركيز AL3+، ونقدر نخرج علاقة بين كتلة الألمنيوم وتركيز، عفوا هنا غلط، هنا ام ان 2 بلس وليس ال 3 بلس. اذا نقدر نخرج علاقه بين كتله الالومنيوم مع تركيز ام ان 2 بلس، ونقدر نخرج كذلك علاقه بين تركيز الالومنيوم، وتركيز ام ان 2 بلس، ونقدر نخرج علاقة كذلك بين تركيز الام ان او 4 موا وكتلة الألمنيوم، وكذلك هناك علاقة بين ام ان او 4 موا مع من؟ مع ال 3 بلس، مع تركيز ال 3 بلس، وعلاقة بين ام ان او 4 موا وتركيز ام ان 2 بلس. اذا شحال عندنا من علاقة لهنا؟ عندنا 6 علاقات. راح نبداو بالعلاقة الأولى. العلاقة الأولى طبعا انتم في البكالوريا راح نعطيكم علاقة واحدة، إذا علاقة واحدة باش تبرهنوا عليها، ولكن احنا يمكن يعني إيجاد 6 علاقات في معادلة واحدة. العلاقة الأولى هي العلاقة بين كتلة
الألمنيوم وتركيز MN دو بلس. مثلا راح نوجدوا هذه العلاقة. ما تنسوش أيها التلاميذ أن العلاقات كلها تستخرج من جدول التقدم ومن الحالة الانتقالية وليس الحالة الابتدائية. إذن دائما نروحوا الحالة الانتقالية لجدول التقدم. إذن نروحوا نشوفوا MN دو بلس. MN دو بلس تركيز MN دو بلس. ماذا يساوي التركيز؟ لبنا أن التركيز يساوي عدد المولات على الحجم، أي كمية المادة على الحجم. كمية المادة في الحالة الانتقالية لـ MN دو بلس هي 3X، إذن تساوي 3X على V. من هذه المعادلة راح نخرج الـ X تقدم. وش يساوي الـ X منا؟ يساوي V في تركيز MN دو بلس على 3. إذن هذه العلاقة نقدر نكتب X تساوي V على 3، معناتها نكتب الثابت وحده في MN دو بلس اللي هو متغير. إذن هذه العلاقة الأولى. ثم نروح نشوفوا علاقة أخرى لكتلة الألمنيوم. طبعا كتلة الألمنيوم تتعلق بكمية المادة. إذن نعرف أنه كمية المادة N AL. روحوا نشوفوا الألمنيوم N AL تساوي ماذا؟ هي في الحالة الانتقالية طبعا هي N0 تاع الألمنيوم ناقص 5X. ومن جهة أخرى طبعا كمية المادة للألمنيوم يساوي بتي تام سيغ غران تام. إذن يساوي كتلة الألمنيوم على الكتلة المولية للألمنيوم. إذن راح نديروا هذه الطريقة. عندنا NAL يساوي N0AL ناقص 5X وتساوي كتلة الألمنيوم MAL على كتلة المولية للألمنيوم. طبعا منا راح نخرج كتلة الألمنيوم. إذن ومنه كتلة الألمنيوم ماذا تساوي؟ يساوي الكتلة المولية مضروبة في هذا العبارة. إذن يساوي كتلة الألمنيوم في N0AL ناقص 5X. بعد نضربها إذن MAL تساوي ماذا؟ يساوي كتلة الألمنيوم في N0AL ناقص طبعا ناقص 5 في كتلة الألمنيوم في X. إذن هنا أنا خرجنا هذه العلاقة. مع العلم أنه الكتلة المولية للألمنيوم في N0، بما أن احنا على بالنا باللي كمية المادة يساوي الكتلة على M، إذن كي نضرب كمية المادة في الكتلة المولية راح تعطينا الكتلة، وبالتالي هنا كتلة الألمنيوم في N0 تعطينا الكتلة الابتدائية للألمنيوم. إذن معناتها نقدر نكتب MAE يساوي ماذا؟ يساوي الكتلة الابتدائية للألمنيوم ناقص 5 كتلة الألمنيوم في X. إذن شوفوا معايا هنا هذه العبارة الثانية. هنا العبارة الأولى كنا خرجناها، العبارة الثانية خرجناها. وش راح نديرو؟ نعوضو الإكس في المعادلة رقم 2. إذن M A L تساوي M 0 A L ناقص 5 في الكتلة المولية تاع الألمنيوم في X. طبعا الإكس هوليك هو V على 3 في M N دو بلس، تركيز ام ان دو بلس. نسقموها فقط شويه تولي لنا ام ال تساوي ام 0 ال ناقص 5 في ام ال على 3 في تركيز ام ان دو بلس. ما تنساوش انه هذو راهم خلال لحظات زمنية معينة. إذن هذه هي العلاقة الأولى. الآن راح نخرجوا العلاقة الثانية. تبع العلاقة الثانية، إذن العلاقة الثانية اللي راح نخرجوها هي نقدر نخرج علاقة
كتلة الألمنيوم بتركيز Al3+ مثلا. إذا ثانيا علاقة كتلة العلاقة بين كتلة الألمنيوم وماذا وتركيز Al3+ مثلا، غادي نخرج هذه العلاقة. إذا كتلة الألمنيوم أنا خرجناها من قبل، كتلة الألمنيوم هاي ليك خرجناها، إذا خرجناها. إذا لدينا كتلة الألمنيوم تساوي M0 للألمنيوم ناقص 5 نهاية لك ناقص 5 كتلة المولية للألمنيوم في X. إذن هذه المعادلة خرجناها من قبل. ثم واش خصنا؟ خصنا نخرجوا تركيز Al3+، راح نخرجوه من جدول التقدم. ماذا يساوي تركيز Al3+؟ يساوي طبعا هاي لك Al3+ يساوي عدد المولات على الحجم، يعني يساوي 5x على v. اذا لدينا تركيز Al3+ يساوي عدد المولات قلنا اللي هي 5x على v. اذا هاي لك عدد المولات تاع Al3+ هي 5x على v. واش راح نخرجوا منا؟ نخرجوا منا يا الاكس ونعوضوا في المعادله الاولى. اذا اكس ماذا تساوي؟ يساوي v في Al3+ على 5. معناتها هذه العباره تاع الاكس راحين نعوضوها في العباره الاولى. اذا واش تولي عندنا؟ تولي عندنا كتله الالومنيوم تساوي M0 ألمنيوم ناقص 5 في الكتلة المولية تاع Al، والإكس نعوضه بهذه اللي هي V على 5 في تركيز Al3+. طبعا هنا تلاحظوا 5 مع 5 طرح. إذا تبقى لنا MAl تساوي M0 Al ناقص كتلة المولية اللي هي MAl في الحجم في تركيز Al3+. طبعا أنا خرجت كتلة الألمنيوم بدلالة تركيز Al3+. طبعا هنا عند لحظة زمنية T متغيرين هو كتلة الألمنيوم وتركيز المولي للألمنيوم. هذه العلاقة 2. الآن العلاقة 3. العلاقة الثالثة اللي هي العلاقة بين، قلنا نقدر نخرج العلاقة بين تركيز Mn4- وتركيز Mn2+. مثلا إذا العلاقة بين Mn4- تركيز Mn4- وتركيز Mn2+. إذا نبدأ نخرج هذه العلاقات. طبعا من جدول التقدم دائما لدينا تركيز Mn4- يساوي عدد المولات على الحجم. عدد المولات اللي هو هاوليك Mn4- عدد المولات هو N0 لAmn4- ناقص 3x. إذن يساوي N0 Mn4- ناقص 3x على V. إذن هذه العبارة الأولى. وكذلك Mn2+ تركيز Mn2+ على بالنا أنه تساوي 3x على v. إذن لدينا Mn2+ تركيز Mn2+ يساوي عدد المولات على الحجم، وعدد المولات هو 3x على v. إذن هذه 2. من معادلة رقم 2 راح نخرجوا الاكس. دائما دائما كيش راكم تحلوا في جملة معادلتين، دائما نخرجوا الاكس من المعادلة البسيطة من العبارة البسيطة ونعوضوها في العبارة الأخرى. إذن نخرج الاكس منا، الاكس ماذا تساوي؟ إذن اكس تساوي v في تركيز Mn2+ على 3. إذن هذه العبارة نعوضها في المعادلة 1 وتصبح لدينا Mn4- تركيز تاعها تساوي، إذن لدينا هنا N0 Mn4- ناقص 3 في X. طبعا الإكس هو ماذا؟ هو V
في ام ان دو بلوس على 3، على 3 الكل على في. نقدر طبعا نختزل هذه العباره نرجعها كما يلي. شوفوا معايا هنا عندي ان زيرو في ام ان او 4 موا على في، اذا نكتب ان زيرو ام ان او 4 موا على في ناقص طبعا 3 مع 3 تروح، ناقص في في ام ان ام ان دو بلوس على ماذا؟ على في. اذا تلاحظوا هنا انه الحجم هنا كذلك راح يختزل، وما ننساوش انه ان زيرو لامان او 4 موا على الحجم هي عباره عن ام ان او 4 موا الابتدائي، معناتها هو تركيز امان او 4 موا الابتدائي ناقص تركيز ام ان دو بلوس. اذا هذه هي العلاقة رقم 3. اننا خرجنا العلاقة رقم 3، نروح نشوفوا العلاقة رقم 4. مثلا علاقة رقم 4 نقدر نديروها بين ام ان او 4 موا. اذا نقدر ندير العلاقة هذه بين ام ان او 4 موا وماذا؟ و ال 3 بلس، يعني تركيز ام ان او 4 موا مع تركيز ال 3 بلس. اذا العلاقه 4 اللي هي بين تركيز ام ان او 4 موا وتركيز ال 3 بلس. اذا هذه العلاقه هذه كذلك سهله. اذا نروح نشوفو تركيز ام ان او 4 موا، كنا خرجناه ديجا من قبل. اذا تركيز ام ان او 4 موا اللي هي ان زيرو ناقص 3 اكس على في، راح نكتبوه. اذا من جدول التقدم دائما لدينا تركيز ام ان او 4 موا تساوي ان زيرو ام ان او 4 موا ناقص 3 اكس على في. ثم الان راح نشوفوا تركيز ال 3 بلس. تركيز ال 3 بلس من جدول تقدم دائما، لان جدول تقدم هو عدد المولات على الحجم، هاوليك ال 3 بلس، اذا يساوي 5 اكس على في. اذا يساوي 5 اكس على في. من هنا راح نستخرجوا الاكس، قلنا اكس هو V في تركيز AL 3 بلس على 5، وهذه العبارة هذه نعوضها في العبارة الأولى. إذا تولي عندي MN أو 4 موا تركيز يساوي ماذا؟ يساوي N0 MN أو 4 موا على V، N0 MN أو 4 موا على V ناقص 3 ناقص 3 في اكس. الاكس شكون هو؟ هو في على 5 في تركيز ال 3 بلس. اذا نكمل، اذا ام ان تركيز ام ان او 4 موا تساوي هذا عباره عن تركيز ام ان او 4 موا الابتدائي معناتها 0 ناقص 3 على 5 في الحجم في ال 3 بلس. طبعا لا ننسى ان الحجم هذا هو حجم المحلول، معناتها الحجم الكلي. بهذه الطريقه طبعا ما ننساوش انه دائما هذه عند لحظه زمنيه يعني متغير. اذا هنا رانا استخرجنا العلاقه رقم 4. يمكن استخراج علاقه اخرى اللي هي العلاقه بين ال 3 بلس و ام ان دو بلس. اذا العلاقه بين، اذا خامسا العلاقه 5 اللي هي العلاقه بين ام ان دو بلس و ال 3 بلس تركيز ال 3 بلس. اذا من جدول التقدم دائما لدينا تركيز ام ان دو بلس ماذا يساوي؟ عدد المولات على الحجم، وعدد المولات هي 3 اكس على V. ولدينا كذلك تركيز AL
3 بلس يساوي 5 اكس على في. إذن هنا ممكن نخرج مثلا علاقة x مثلا من المعادلة الأولى، نخرج x تساوي v في تركيز mn دو بلوس على 3، ونعوضوها مباشرة في المعادلة رقم 2. إذن تصبح عندنا 5 على v في x، والx هذه هي عبارة عن ماذا؟ v في تركيز mn دو بلوس على 3. إذن v على 3 في تركيز mn دو بلوس. إذن الحجم v مع v يروح، إذن v مع v يروح، ويبقى عندنا al 3 بلوس ماذا يساوي؟ يساوي 5 على 3 في تركيز mn دو بلوس. إذن هنا أنا خرجنا 5 علاقات، بقيت لدينا علاقة الأخيرة اللي هي بين كتلة الألمنيوم وماذا وتركيز MN أو 4 خموع. إذن بقت لنا هذه العلاقة الأخرى، قالت بين كتلة الألمنيوم وأمن أو 4 خموع. إذن العلاقة بين، إذن العلاقة 6 اللي هي بين كتلة الألمنيوم وتركيز MN أو 4 خموع. إذن هذه العلاقة لدينا تركيز MN أو 4 موا، خرجناها من قبيلة، نكتبوها مباشرة لما نعود نحسبوها. إذن MN أو 4 موا دلالة X هي N0 MN أو 4 موا ناقص 3 X على ماذا؟ على V. الآن كتلة الألمنيوم MAL كذلك هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن كتلة M0، هي M خرجناها من قبل كذلك، هي هايلك، هي M0 AL ناقص 5 M AL في X. إحنا نحوس دائما بدلالة X. إذن M0 AL ناقص 5 في الكتلة المولية في X. إذن شوفوا معايا لهنا عندي علاقتين، هنا واش راح نديروا؟ راح نخرجوا مثلا اكس من العلاقه من المعادله الثانيه، المعادله الثانيه نعوضوها في المعادله الاولى. اذا باش ما نغلطوش نجيبوا هذا الطرف الاول، واللي عندي 5 ام ال في اكس تساوي ام 0 ال ناقص ام ال. الان احنا نحوسوا على اكس، معناتها اكس تساوي يساوي M0 AL على 5 M AL ناقص 1 على 5 M AL في كتلة الألمنيوم. إذن تحصلنا على X، إذن هذه هي X، نروح نعوضها في المعادلة الأولى. شوفوا معايا هذه نعوضها في المعادلة الأولى. إذن تولي عندنا MN و 4 موا تساوي ماذا؟ طبعا قلنا N0 على V هي التركيز الابتدائي، هي MN و 4 موا ابتدائي ناقص 3 X على V. طبعا 3 X على V معناتها 3 على V في X. X هي كامل هذه العبارة، معناتها ما ننساوش نديرو قوس، ديرو قوس ونكتب كتلة الألمنيوم M0 AL على 5 M AL ناقص 1 على 5 في الكتلة المولية تاع الألمنيوم في الكتلة، كتلة الألمنيوم. طبعا هنا راحين ننشرو، إذن عندنا MN أو 4 موا طبعا دائما عند اللحظة تي تساوي MN أو 4 موا الابتدائي ناقص، راح ننشر هذه العبارة. إذن عندي 3 في كتلة M0 AL على 5 على 5 V في كتلة الألمنيوم، الكتلة المولية للألمنيوم، زائد طبعا ناقص في ناقص، زائد 3 3 على 5 في ام ال في كتلة ام ال. اذا هنا راح نشوفوا واش نقدر نسقم برك المعادلة. اذا ام
ان او 4 موا، تركيز ام ان او 4 موا عند اللحظه تي تساوي التركيز الابتدائي، التركيز الابتدائي ام ان او 4 موا 0 ناقص اذا هذو كامل قيم ثابته، اذا نقدر نخلوها كما هي 3 على 5 في ام ال في ام 0 ال ناقص كذلك هذه قيم ثابته وهذه متغيره، اذا ناقص 3 على 5 في ام ال في المتغير اللي هي كتله الالومنيوم عند اللحظه تي. اذا هذه هي المعادله الاخيره، ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح هذه العلاقات، والى الحصه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.